نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي حلقة نقاشية بشأن ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي. جاء ذلك بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وقال شعيب إن محافظة مطروح تمثل تنوعا بيئيا مع ما تتمتع به من إمكانات تنموية هائلة في كافة المجالات، خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلى أن ذلك جعلها تقع في المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط والتي تعرف بالحزام المطير. النهارده كان الموضوع بيناقش يعني ازاي ان احنا نطلع بقانون او مشروع قانون لحمايه واداره الارض الخاصه بالرعي في محافظه مطروح الساحل الشمالي، وتكون ان شاء الله دي مقدمه باذن الله تعالى او بدايه ان احنا يكون عندنا قانون خاص بالمراعي في مصر. كانت النهارده كانت مناقشه فعاله كويسه جدا، وبدناها من المستفيد الاصلي وهو الراعي والرعاه والمزارعين والجمعيات التعاونيه والزراعيه والمنظمات المجتمع المدني، الكل شارك في هذه النهضه في هذه الندوه.